طب امتى ممكن نشوف ارسن فينجر اوت زي ما الجماهير يعني صوتها اتنبح، هم مش عايزينه، فليه في يعني استمرار ان لازم ارسن فينجر يفضل موجود ويعني مثابرة من ادارة نادي ارسنال؟ إدارة نادي أرسنال هم يعني أمريكان، وبالتالي هم ناس مستثمرين، يعني بيتعاملوا مع الموضوع تجاري تماما. الناس بتتهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مثلا انهم يتعاملوا مع الكوره كتجاره او مثلا بوظوا كره القدم. انا رايي ان ارسنال بوظ كره القدم اكتر من باريس ومانشستر سيتي، لان على الاقل باريس ومانشستر سيتي بيسعوا لنجاحات في الكوره. يعني مانشستر سيتي مثلا لما يروح مش مجرد بيستثمر ويكسب فلوس وخلاص، لا، ده بالعكس، ده بيسعى نحو بطولات. مانشستر سيتي بيشتري لعيبه ويجيب بيب جوارديولا عشان يفوز بيه، لكن ارسنال طالما انا بحقق ربح مادي خلاص هي كرة كده. بالتالي يعني استمرار فينجر ده مجرد بس تنفيذ لاجنده الماليه لمالك النادي، اللي هم يعني انا بقى عندي تحفظ كبير جدا عليهم حاليا. والجماهير كلها دلوقتي ما بقتش تطالب برحيل ارسن فينجر بس، على فكره بقت ترحل برحيل بتطالب برحيل الملكيه بالظبط. يعني زي ما حضرتك بتقول الشكل العام بقى عند الجماهير كمان شايفين ان في حاجه خلل حتى طبعا في النظام في الاداره.